الو، اتفضلي يا استاذه اسراء. السلام عليكم. عليكم السلام لو ورحمه. سمحت انا كنت عايزه احكي لك قضيه كده. احنا كان مرات اخويا عايشه معانا في البيت، طيب وكانت عايشه معانا من ساعه ما اتجوزت يعني، طيب وبعد كده اكتشفنا ان هي عايشه وسطنا وبتسجل لنا كل خطوه ما بيني وما بين والدتي، طيب وبعد كده سمعت اخويا كل حاجه، طيب واخويا دلوقتي قاطعنا وقاطع ماما وقاطع يعني، واخد موقف مننا كبير خالص، طيب وهي غيرت العلاقه خالص ما بيننا وما بينه. السؤال فين بقى؟ ايه السؤال حضرتك يا استاذه اسراء؟ سؤالي لحضرتك ان هو دلوقتي زعلان ان مراته لازم، هو مش عايز يرجع غير بمراته، طيب وانتوا طبعا بعد اللي هي عملته مش قابلينها، مش قابلين ان احنا نرجع لها لان هي بتتجسس علينا، يعني ويعني نرجع لها. انتوا عملت مشاكل كتير جدا. استاذه انتوا عايشين في نفس البيت؟ لا 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 لا، كل واحد في بيت، بس هي كانت يعني على طول قاعده يعني عندنا. انتوا ما ترجعش العلاقه زي زمان وتزوروا وتودوا بعض زي ما كان. بس حكايه التجسس، هي كل حياتها التجسس، بتعمل بقى مشاكل يعني، يعني تحط تسجيلات وتسمع ده وتعمل ده، طيب فاحنا مش حاسين بأمان ان هي ترجع تاني وسطنا. انت عايزاني اقول لك ايه يعني؟ طيب عايزه انا اعرف ايه الحل مع وضع زي ده. هجاوب على حضرتك على طول. احنا في 3 اجراءات لازم نعملهم. اول حاجه اذا كان ده ثبت، وان كان هم بالمناسبه هي اذا كانت غلطت في التجسس فاحنا غلطنا كمان ان احنا بنتكلم على بعض كلام مش لطيف، لان هو معنى ان هي سمعت اخوكي الكلام ده احنا كمان فيما بيننا بنتكلم كلام مش لطيف، فاحنا نقعد مع بعض قعده اسمها قعده الصدق والتصافي، ونقرر ان كل اللي فات ده خلاص انتهى، ويا بنت الحلال احنا خلاص نقول لاخونا كده انت عزيز علينا وحبيبنا وكل اللي فات ده انتهى، وفي نفس الوقت نشترط عليها ان هي ترجع تاني، بس ممنوع اي نوع من انواع هذا التجسس. فنشترط عليها، نشترط عليها ليه؟ عشان نقدر نوصل الى حاله من حالات ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. على فكره ده مش في قطعه الرحم بس، كل الكلام ده حضرت النبي بيقوله. فانا نصيحتي ان انتوا ترجعوا تاني وتجلسوا جلسه المصارحه دي عشان تفضلوا علاقتكم باخوكم طيبه، عشان اخوكم ما يتمزقش بينكم وبين مراته، هو مش هيقدر يضحي بمراته وباولاده، وفي نفس الوقت مش هيقدر يضحي بيكم، لكن انتوا اقعدوا واشترطوا ده، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب الوئام والمصافاه، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. اعملوا كده وربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى يكتب لكم الخير.